ورجعنا تاني للأستاذة ميرفت عاصم، أخصائي اجتماعي، وعايزين نستكمل كلامنا عن تحديد الدور الهام للأخصائي الاجتماعي في المجتمع ككل. توقفنا قبل الفاصل عن المدرسة، وحضرتك قلتي ان انت بتهتمي بالطفل او الطالب اول ما بيدخل بالزي، لان ده بيدل على البيت اللي هو جاي منه. مش بتكلم في 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 في, في غلو او رخص، لكن انا بتكلم على الالتزام بتنسيق الزي المدرسي المظبوط. بعض المدرسين بيلجأوا للأخصائي الاجتماعي لما بيلاقوا ان الطفل مهمل دراسيا وليس سلوكيا. سلوكي برضه. وسلوكي. بعض الأطفال أو الشباب بيكونوا متفوقين جدا دراسيا جدا، ولكن في سلوك غير سوي. دور الأخصائي الاجتماعي فيه؟ دراسة حالة على طول. دراسة حالة. لما بس يكون السلوك ده ملازم ليه، يعني مش عمله مرة وخلاص ومن أول مرة هعمله دراسة حالة، لا، بديله إرشاد نصح في البداية وبعد أتكلم معاه. لو كرر السلوك تاني مرة واتنين فببدأ أخد إجرائي بقى وأعمل دراسة الحالة. إيه هي دراسة الحالة عشان أفهمها بشكل مبسط للمشكلة؟ تمام. دراسة الحالة دي بقعد مع الطالب، باخد بياناته، بعرف ظروفه إيه، ظروف أسرته إيه، مثلا أسرة مفككة ولا أسرة عادي ولا أسرة بديلة، بعرف ظروف أسرته إيه، بعرف ترتيبه وسط إخواته إيه، بعرف علاقاته بباباه ومامته وإخواته إيه، بعرف علاقاته بزمايله ايه، باخد كل البيانات اللي عنده دي، وبعد كده بقعد مع نفسي اضع احتمالات للمشكله بتاعته دي، ايه السبب في الحاجات دي اللي قال لي عليها دي كلها في شكوته، وبعد كده بعمل استدعاء ولي الامر سواء الاب والام، خاصه الام يعني بيبقى عندها معلومات اكتر عنه، هي اقرب منه بكتير، ونادر جدا ما تلاقي الاب. بقعد مع مامته، احيانا بلاقي المشكله عند مامته، يعني هي السبب الاساسي في مشكلته هو. بيبدا بقى في عمليه بقى اضع خطه للعلاج، بعمل مقابلات تاني مع الطالب نفسه، وبعمل مقابلات مع الام تاني، وببدا ابصرها بمشكله ابنها وبفهمها قد ايه القسوه هي السبب في التفرقه، اشوف السبب بقى واشتغل عليه. لو لقيت انها بتفرق في المعامله اقول لها ده السبب، ما ينفعش وكده. لو لقيت السبب مثلا ان هي مخنقه عليه قوي وبتخليه يعني ناخد نفس. سبب سبب حضرتك قلتي التمييز في المعامله. طب احيانا الام بتعامل كل طفل بشكل مختلف من ابنائها لظروف خاصه، يعني اكيد مش هتعامل الكبير زي الصغير ولا السليم زي المريض، يعني في ظروف بتبقى استثنائيه جدا في بعض الاسر المصريه. في الحاله دي بتوجهي برضو الام ولا بيكون الكلام مع الطفل؟ لا، التوجيه كله مع الام، خاصه لما يكون الطفل قبل مرحله المراهقه، لان هو لا حول له ولا قوه، زي ما هي بتوجهه وهو بيتاثر. يعني ممكن مثلا هي تكون في الاصغر بتدلله وبتدلله مش عارفه، الكبير بيحتاج لده حتى لو هو نسي بعد فتره، لانه خد وقته مثلا انها دلعته شويه وكده وبعد كده جابت غيره، فهو ما بينساش، او ما بيجي الجديد هو بياخدها ان هي خلاص بقى انا اتركنت على جنب، فبيبدا بقى يفرغ اللي عنده ده في المدرسه بعدوان بقى على زملائه، ممكن بالسرقه، ممكن بالتلفظ، المهم خالف تعرف. برضو حسب برضو المعامله في البيت، ممكن يكون برضو في اهمال لي، مفيش تقدير لي، اسكت، اخرس، انت صغير، انت مش عارفه، انت بتفهمش، انت فاشل، انت كل الكلمات دي بتعمله طاقه سلبيه جواه، فما بيقدرش طبعا يرد. مامته مثلا مش هيقدر، بابا مش هيقدر، وبالذات الضرب خطر جدا في المرحله دي، فانا ما ينفعش ان انا اضغط على ابني بالطريقه ديت وابقى خلاص مسيطره عليه ومخليه ما بيتلفتش وراه، بس بيجي المدرسه بيبقى شيطان. تيجي الام تقول لك ازاي مش معقول ده في البيت، مش ما انت اصلا كاتماه في البيت. وبعدين هو بره المدرسه بيقدر مثلا يتلفظ او يبقى عدواني او ويبقى ساكت في البيت، وانت مسيطره عليه في البيت، بعد كده مش هتقدر تسيطري عليه، اول ما هيبدا يتطاول هتطاول عليكي وتتطاول على بابا، الموضوع بيكبر معاه. فمهم جدا تبصير الاسره، الام او الاب، او لو حتى في اسره بديله مش هو عايش مع مامته وبابا المباشرين، مثلا مع جده جدته، برضو بنعمل تبصير للناس دي، بنحاول بقدر المستطاع التواصل معاهم حتى لو تليفونيا، بحيث ان احنا يا جماعه مشكله كذا كذا، واحنا طبعا في الاول وفي الاخر عايزين مصلحه ايه؟ مصلحه ابنكم ان هو يكون. طب على النقيض، لو الاسره بتدلل الطفل بشكل مبالغ فيه، ده برضو بيكون له نفس التاثير السلبي؟ طبعا، هو اساسا من اسباب الانحرافات السلوكيه اللي هو زياده الدخل وقله الدخل،
يعني قله الدخل والفقر بيؤدي للحرص. لا انا بتكلم على الدلال النفسي. ما انا بقول لحضرتك وزياده الدخل برضو بياخد مصروف كتير، بيبدا ان هو طبعا خلاص بقى خد كل احتياجاته سندوتشات، خلاص بيبدا يفكر بقى يجيب علبه سجاير، يجيب مش عارفه ايه، بيجرب وما بيشوف نماذج قدامه. برضو من ضمن اسباب الانحرافات السلوكيه اللي هو الانحراف السلوكي، قصدي اصدقاء السوء، فبيشوف حد فبيقلد حتى لو ما شافش في الواقع، بيشوف من خلال السوشيال ميديا. فالموضوع بيبقى محتاج يعني حكمه، ومحتاج ان انا ابصر ولي الامر واقعد معاه مره واثنين لان يقتنع، وبيبدا في خطه العلاج تدريجيا. بقول لها مثلا المشكله دي معاه بقى لها مثلا سنين، هو مثلا في سنه سته او ثالثه اعدادي، ده بقى له سنين على المشكله دي، وانا هبدا اتحل. فانا مش يوم بليله مش هحوله 180 درجه، زي ما المشكله اخذت معاه سنين الى ان تكونت عنده، نفس الكلام هتبدا تاخد معاه مش سنين برضو، تاخد على الاقل شهور ان انا ابدا احد منها، وبعد كده اقللها شيء في شيء، واعمل ابدال، اديله سلوك الايه التعديل، اديله السلوك الحاجه البديله ليه، يعني السلوك السيء اللي هو بيعمله اديله حاجه بديله، حاجه يفرغ فيها طاقته ونشاطه، اعلمه مهاره، اكسبه مهاره جديده، بخليه بحسسه ان هو له ذات وله قيمه، مش قيمته في انه يقلد مثلا حد بيشرب سجاير او حد يعلي صوته او في قصه شعر مش عارفه ايه. فلازم مهم جدا جدا الدور الاخصائي مع الطالب مع الاسره، هي حلقه واحده، لازم في تكاتف علشان اقدر اعدل سلوكه. في عجاله سريعه جدا، التلفظ والالفاظ مع انتشار السوشيال ميديا بدا يظهر عندنا الفاظ خارجه جدا في الاغاني وفي الكلام، وبقوا الاطفال بيقولوها وما يعرفوش فعلا معناها، حتى ما يعرفوش ان دي شتيمه او ان دي الفاظ خارجه. ده العادي، ده بقى العادي للاسف، والالفاظ دي بقت بتتقال بشكل مقزز جدا. ازاي نقدر نمنع ده من المجتمع؟ طبعا القضيه دي كبيره جدا، وعلشان انا اقدر امنع حاجه زي دي، الموضوع هيبقى محتاج يعني نرجع لورا شويه. الجيل اللي جاي، احنا ما فيش في ايدينا الا اللي جاي، هو ده اللي لسه في ايدينا. ما بقول لحضرتك العامل اللي بره او الدكتور او المهندس او اي حد شغال في اي مجال، او كل ده كان في يوم من الايام قاعد في ديسك، كان في يوم من الايام هنقول مثلا من سنه اولى ابتدائي الى الثانويه العامه، كان الفتره دي 9 سنين دول ولا كام 12 سنه دول كانوا فين؟ كان مع في المدرسه. المفروض ان هو بقى اذا تمت التنشئه الاجتماعيه السليمه في البيت وفي المدرسه، زي ما بوصي ولي الامر يكون علاقته كويسه باولاده ويوطد علاقته باولاده ويبقى حاضن ليهم، برضه بنوصي الاخصائي الاجتماعي انت برضه لازم تبقى علاقتك المهنيه ناجحه مع الطالب عشان تقدر تسيطر عليه، تقدر تدي له قيمه، تقدر تعلمه ده. لكن حاليا دلوقتي بنحاول بقدر المستطاع ننشر الوعي شويه، نكتر من البرامج اللي هي يعني بتزيد من وعي الاطفال، تزيد من وعي الناس، ونجيب برضه النماذج المشرفه عشان يبقى في قدوه، في قدوة الطلبة تقتدي بها، وتبقى إيه حاجة المفروض إن هم يتعلموا منها الصح مش الغلط. أكيد طبعا. في نهاية لقائي بشكر أستاذة ميرفت عاصم أخصائي اجتماعي. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة، واستنونا بكرة في حلقة جديدة من نهار جديد وفريق أعمال جديد.